السلام عليكم الخوت، شعب تيشرب البول، فين جا هاد الشعب؟ كنا عارفين بلا الهنود هما اللي تيعبدوا البقر. مرحبا بكم الخوت في هذا الفيديو الجديد اللي غنسلطوا الضوء فيه على واحد الشعب تيدير كل شيء على البقر. البقر هو الحياة تاعو، البقر هو الممات ديالو، والبقر ما يمكنش يتأدى في الهند، بالعكس هو اللي تيأدي الناس. كاين واحد الشعب في العالم فايت الهنود بزاف، هو شعب او قبيله مونداري. هذه القبيله تتوجد في جنوب السودان، تدير كل شيء وتتاخذ كل شيء من البقر، تتستحم وتشرب البول ديال البقر، والروض ديال البقر هو بمثابه الكريم ديالهم. ونشوفوا جميع قبيله مونداري اللي تتشرب وتستحم بالبول البقر. الشعب المونداري شعب عجيب اللي باقي ما مستكشفينه، شعب تتوجد في جنوب السودان، الحياه تاعو كلها تدور على البقر، والغني والفقير لا بد يكون عنده البقر. البقر بالنسبة للشعب المونداري هو الحياة، هو الفناء، هو المستقبل. الشعب كله تعيش لأجل البقر، والأطفال ما تمشيوش المدارس، أطفال خاصهم يكون المكان تاعهم هو جنب البقر، أطفال حياتهم تتبدأ وتتنتهي مع البقر. منوع عليهم الدراسة، منوع عليهم يشتغلوا، منوع عليهم يتعلموا مهن أخرى، لأن الحياة تاعهم خاصة تكون بجنب البقر. الشعب المونداري هو شعب راعي، حياته هي الرعي، تعيش قرب النيل، والاستحمام تيكون ببول البقر. البقرة هي فرد من العائلة، وبول البقر هو علاج وحياة لهم، وتستخدموا كذلك روث البقر، تيديروه ككريم أو مرطب البشرة، وفي نفس الوقت تيطهر وتبعد الحشرات من الجسم تاعهم ومن على البقر. وهذه العملية تقوم بها الطفل هي واحد العملية تجهز بها أو تعطي إشارة للبقر أنه بغى يستعمل أما البول أما الحليب، يعني تيحفزها بإنتاج البول ولا الحليب. وكاينين مجموعة من القبائل في السودان، لقبائل بدائية وقبائل باقي ما تحضرات وباقية ما تستكشفات، ومنهم قبيلة المونداري، لقبيلة حياتها كلها في جنب البقر، حياتها كلها وسط قطيع البقر، أطفال، نساء، شيوخ، كلهم خاصهم يكونوا في جنب البقر. والغريب في الأمر أن أطفال مونداري هما بمثابة أطفال البقر، يعني تيرضعوا من البقرة، تستحموا البول تاعها، تيناموا تحت البقرة. والمونداري هي واحد القبيلة صغيرة في السودان، وهم السكان الأصليين ديال السودان. الحياة في إفريقيا باقي ما استكشفت كما يجب، نفسها نفس الحياة اللي في الأمازون، باقي قبائل عندهم عادات وتقاليد غريبة، ولا باقي ما وصل لهم الإنسان. وقبيلة المونداري من القبائل اللي استكشفت وعرفوها الناس، ولكن كما قلنا السودان ولا إفريقيا باقي فيها مجموعة من القبائل وعندهم عادات اللي باقي ما عارفينهم وغريبين علينا. والخوت وصلنا لآخر الحلقة، كما تبان لكم كاينين غرائب وعجائب في كوكب الأرض، وباقي ما سمعنا وباقي ما شنا والو من هذا الشيء. وخليتكم في أمان الله.